مرحبا احبابي، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقه حلا جدا سهل وسريع بالنسله. عندنا 260 ملي نسله، راح احط فوقهم 3 معالق طعام كاكاو. ملعقة، 2، 3. بنخلهم. طريقة كتير سهلة وسريعة وما بتاخد وقت بالتحضير. بعد ما نخلت الكاكاو هلأ بدي اخلطهم منيح. بنخل الكاكاو عشان ما يكتل عنا. ان شاء الله الوجبات والحلويات اللي عم بعملكم اياها تكون عم بتنال اعجابكم. بس خلطتهم منيح بهيدا الشكل، هلا كمان بحط فوقهم ملعقة طعام زبدي. هلأ بحطهم على الغاز وبحرك تحريك مستمر لتذوب عنا الزبدة. هلأ دابت عنا الزبدة، بستمر بالتحريك. كمان حطيت ملعقة طعام كاكاو وبرجع بحرك منيح ليصير عندي عجينة متماسكة. صار عنا عجينة متماسكة بهيدا الشكل، قوام متماسك. هلأ بدي احطهم بالصينية. بنغلف الصينية بنايلو خاص للحرارة. فينا كمان نحط ورق زبدة. كمان بحط الخليط اللي عملته أنا وياكم. هلأ بحطها على جنب لتبرد بحرارة الغرفة وبرجع بحطها بالبراد أقل شي نص ساعة. هيدا الحلو اللي عملتها أنا وياكم بعد ما حطيتها بالبراد نص ساعة. أنا عملت كمية كتير صغيرة، يلي بحب أكتر بضاعف الكمية. كمان اذا بدكن ما تلزق بالسكينه شو بتعملوا؟ كل شوي حطوا كاكاو على السكينه. هول الحلو بعد ما نقلتن على الصحن برش عليهم كاكاو. صاروا بهيدا الشكل. بتمنى الطريقه تكون نالت اعجابكم وان شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي احبابي.